شيخنا لو تفضلتم. يقولون بعض الجماعات بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفتى بقتل الطاغوت، وأي كان الطاغوت، قال أي كان الطاغوت سواء كان ملك رئيس وزير ضابط إلى أدنى شيء العسكري أو الشرطي بمعنى يقال، قال هذا يعني الفتوى لابن تيمية رحمه الله. فقلنا أين؟ قالوا في الفتاوى الكبرى. فيعني نحن لم نقرأ الفتاوى الكبرى، ولو تفضلتم إذا كان هذا الأمر صحيح تشرحون هذا الأمر. بارك الله فيكم. أنا جوابي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا مثلك، أنا لا أعلم عن ابن تيمية مثل هذه الفتوى بهذا التفصيل. هذا من جهة. من جهة أخرى، هب أنه قال ذلك، فهو قد قاله في زمن كان زمنه غير زمننا، قاله في زمن كان يحكم الإسلام، وكان هو نفسه يباشر أعمالا هي من وظيفة الولاة والحكام. اليوم لا يستطيع العالم بالكتاب والسنة والمخلص لعمله لله عز وجل، لا يستطيع أن يعمل ولا بجزء من 1000 مما كان ابن تيمية يعمله بزمانه. مثلا هو كلما كان رأى مثلا شجرة تعبد من دون الله، تأخذ عليها الخرق كما كانوا لا يزالون يفعلون في بعض البلاد، يقطعها ولا أحد يحول بينه وبينها من الولاة والحكام. لماذا؟ لأن هؤلاء الولاة والحكام كانوا في الغالب إما أن يكونوا على علم بهذا الذي ينكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو أنهم إذا افترضنا فيهم الجهل فهم كانوا يعلمون أن هذا لا يفعل إلا ما هو يقتضيه الشرع. الآن في السعودية هل تدعي أنها تحكم بما أنزل الله؟ لو فرد من أفراد هيئة الأمر المعروف أنها منكر وهن من الولاة والحكام غير شيئا بيده لا عوقب من قبل الحاكم. ولذلك فلا يجوز أخذ هذا الكلام إن صح وبهذا التفصيل الذي نقلته، لا يجوز أن يطبق اليوم، لأنه إذا قتلت طاغوت من الطواغيت كما جاء في السؤال، أولا من هو الذي سيحكم أن هذا طاغوت؟ يجب أن يكون عالما، وهؤلاء الذين ينقلون مثل هذه الكلمات ليسوا علماء، هؤلاء بالكاد أن يكونوا طلبة علم، ثم طلبة علم مغرورين بأنفسهم، تعلموا شيئا قليلا فظنوا أنهم حووا علما كثيرا، والواقع ليس كذلك، وكلما سمعنا منهم فتاوى مثل هذه يتبين لنا أنهم جهال وأنهم لا يعرفون قاعدة دفع المفسدة قبل جلب المصلحة. فنقول لو فرض أن هناك فعلا طاغوت فيقتله فرد من أفراد المسلمين، سيقتل مقابل هذا الطاغوت عشرات ومئات، هيك بيقول ابن تيمية؟ ما بيقول ابن تيمية، حاشا لله. ولذلك لو وجدت مثل هذه الفتوى الصريحة الواضحة فلا يطبق في هذا الزمان، لأنه أحسن حاكم اليوم يمكن أن يقال هو الذي كان إلى عهد قريب يطبق الأحكام الشرعية. لكن اليوم استووا
مثل ما قال هذاك التركي حبسي برابر، يعني الحكام كلهم تقريبا سواء. لا نستطيع أن نقول حاكم يقيم حدود الله وحاكم لا يقيم حدود الله، لكن ممكن أن نقول بعضهم شر من بعض، بعضهم شر من بعض. إذن فتنفيذ هذه الفتوى هي عم نشكو منها أنه اللي بيثوروا في مصر، بيثوروا في الحرم المكي، في سوريا، أخيرا في الجزائر، هو هذه الفتاوى التي قد تكون لها صحة صدرت من بعض العلماء، فيجب أن تدرس قبل كل شيء هل هذه الفتوى صحيحة من حيث نقلها عن ذاك العالم. بعد أن تثبت عن ذاك العالم ينبغي دراستها موضوعيا، لأنه مو كل قول بيقوله عالم يكون صحيح، يجب أن تدرس بأدلة الشرعية. فإذا فرضنا كما صح نقله عن ذاك العالم صح نقله عن الشارع. ثالثا وأخيرا نقول هذا حق، لكن هل الآن يمكن مثلا نقول نحن الجهاد في شك أن الجهاد فرض؟ ما في شك. طيب خلينا نجاهد، ما بنقدر نجاهد لأنه راح يعود هذا الجهاد على المسلمين المجاهدين بشر أكبر مما هم فيه الآن. واللي ما بيصدق يشوف السعودية وما جرى من دعوة سلفية بسبب الخروج من جماعة الجهيمان في الحرم المكي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم.